آخر عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الاعتيادي برئاسة ريبوار طالباني رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة وبحضور ممثلي القوائم والكتل السياسية في المجلس ومنسقي مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة. وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة القانونية في المجلس صادق المجلس على الطلب المقدم من عدنان نور الدين محمد عن قائمة جبهة تركمان العراق ليشغل المقعد الشاغر في عضوية مجلس المحافظة بعد استقالة حسن توران. كما ناقش المجلس الصلاحيات الدستورية لمجلس محافظة كركوك والمطالبة بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحافظات في ضوء قانون رقم 21 لمجالس المحافظات المعدل، حيث حرمت محافظة كركوك من تلك الصلاحيات نتيجة عدم إجراء الانتخابات المحلية فيها منذ عام 2005. طبعا أنا أعتبر هذه المسألة جريمة بحق كركوكيين وبالأخص الشاب والشابات الذين لم يتاح لهم فرصة انتخاب أو ترشيح نفسهم أو ترشيح ممثليهم خلال 10 سنوات السابقة. طبعا وجود مجلس غير دستوري في كركوك يمنع الكركوكيين من مزاولة الصلاحيات واسعة لدى مجالس محافظات أخرى ولا يتمتع بها كركوك نتيجة لعدم انتخاب مجلسه بعد استفتاء على الدستور. طبعا مسألة تأخير هذا المجلس انتخاب هذا المجلس يضر بالكركوكين كثيرا، طبعا يحرم كركوكين من ترشح وترشيح، وكذلك يحرم من مزاولة المجلس للصلاحيات الواسعة لكي يخدم كركوك. هذا طبعا بعهد السياسيين في كركوك والمنظمات المجتمع المدني والمثقفين الكركوكيين، يجب نواب كركوكيين في البرلمان العراقي يجب أن نرفع الدعوة إلى القضاء، وكذلك مطالبة مجلس النواب العراقي بإزالة مادة 23 الذي قيدت الكركوك بكثير من الصلاحيات وقيدت انتخاب مجلس محافظة كركوك. طبعا لولا محافظ كركوك بجراءته تجاوز كثير من العقبات لم يكن تطور في الكركوك في هذا الحال ووضع الحالي. طبعا هو تجاوز كثير من المعوقات التي أدت إلى تأخر مدينة كركوك من الناحية العمرانية وكذلك من الناحية الاجتماعية. إلى شأن آخر، حيث أفادت مجلة دير